ليلة محبوبة عن الله، ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرفاء العالميين وطريقة الحشيش الشاذية. فاليوم فضيلة مباركة في المقام المبارك، تحتفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطريقة الحشيش الشاذية دائما وقرون هي تحتفي بالصلاة المشيشية بالأذكار بالبردة بالذكر بالمحبة. فهذه حقيقة ليلة مباركة، وكذلك ليلة لكلنا نحتفي، وكذلك نحن متضامنين كتضامن من النهار الأولي اللي وقع الزلزال اللي كمل بنا المغاربة كلهم، كانوا متأسفين، ونحن من هنا قلبا. فكان لطيف يومي للمملكة لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وكذلك اليوم اختتم لطيف وترحم على الإخوان اللي قدر الله بغاهم وداهم شهداء في جنة إن شاء الله. فهاد ليلة مبروكة، ليلة ديال المحبة، ليلة ديال التراحم، وطبعا ليلة للقلوب المجموعين. فهاد ليلة مباركة اللي جاو من المغرب ومن أفريقيا ومن كل أنحاء، فكلنا مجموعين في الخير إن شاء الله بإذن الله.